نبدأ بأن شعارنا هو الحب، بنقول لقد بدأ وجودنا بالحب، فالنفخة من روح الله لتهب آدم الحياة كانت قمة الحب، واستمرار وجودنا أيضا لا يتحقق إلا بالحب. تكلمنا في المرات اللي فاتت عن البرسبشن اللي هو الإدراك، وتكلمنا عن أنواع الإدراك، وقلنا أن أنواع الإدراك إيه؟ سنسوري وإكسترا سنسوري، وقلنا السنسوري فيجوال وديتوري وستاتوري والفاكتوري تتقاري سم، قصدي بصر، سم، تذوق، شم، لمس. وقلنا أنه اللمس أو التلامس متنوع، منه البوزيشن والموتيليتي والبريشر والبين والكورد والورم، وبعدين التاتش. دي كلها احساسات مرتبطه بالايه؟ بالتاتش. قلنا او تساءلنا، طبعا اتكلمنا عن الاعراض اللي بتاثر على البرسبشن، واتكلمنا عن غسيل المخ، واتكلمنا عن الماجنتيزم او التنويم المغناطيسي، مش كده؟ وهنتكلم النهاردة على الأعراض المرضية اللي بتنشأ من اضطراب وظيفة الإدراك. احنا اتكلمنا عن الإدراك كوظيفة، واتكلمنا عن العوامل المؤثرة في الإدراك، وهنتكلم النهاردة عن الأعراض اللي بتنشأ من اضطراب الإدراك. ففي sensory distortions اللي هي تشوهات حسية، وفي sensory deceptions اللي هي إدراكات غير حقيقة، أو يعني غير عادي. أول حاجة في السنسوري ديستورشنز اللي هي التشوهات الحسية، يا إما هايبر يا إما هايبوثيزيا، يا إما نستقبل المثيرات أو ندرك الأشياء بهايبر، يعني إيه؟ يعني زاد عن اللزوم، يا إما نحسش بيها وتبقى أقل من الإيه؟ من العادي اللي هو هايبر، أو نشوفها لونها إيه؟ متغير، أو نشوفها متغيرة في المكان، يعني الحاجة تبقى قريبة ونشوفها على إيه؟ مسافة بعيدة، أو تبقى على مسافة بعيدة ونشوفها إيه؟ قريبة. فده تشينج أوف بوزيشن. لكن السنسوري ديسبشنز اللي هو الخلل الحسي بياخد شكل إليوجن أو شكل إيه؟ هالوسينيشن، يعني يا إما خطأ تأويل إليوجن، يا إما هالوسينيشن، والهالوسينيشن يا إما حقيقية يا إما إيه؟ كاذبة. فأدي الإيه؟ السنسوري ديسبشنز. وبعدين نشوف بقى، نلاقي الاثنين أنواعهم إيه؟ يا فيجوال يا أوديتوري يا جستاتوري يا أولفاكتوري يا تاكتايل، اللي هم أنواع الإحساسات نفسها. في هلاوس سمعية، وفي هلاوس شمية، وفي هلاوس بصرية، وفي هلاوس تذوقية، وفي هلاوس لمسية، وهكذا. يعني مثلا الهلاوس اللمسية دي، مدمنين الكوكايين بيحسوا ان في دود ماشي تحت جلدهم، فدي بنقول عليها هلاوس ايه؟ لمسية. في انواع اخرى من الايه؟ من الهلاوس هنقول عليها. فطبعا الهلاوس دي حدوده. السنسوري ديستورشنز اللي هي الهايبر والهايبوسيزيا، يعني الهايبر يعني زياده الحساسيه للضوء جدا مزعجه لشخص قلق. لما يبقى الضوء عالي اي شخص قلق يتشد ويتوتر قوي. الهايبوثيزيا المريض العيان بيبقى حاسس ان الحاجات، اي صوت جنبه يحس ان الصوت جاي من ايه؟ من بعيد. ها؟ وكل حاجه بالنسبه له بيستقبلها بايه؟ بهبوط في استقبالها. فعشان كده الصوت يسمعه كانه جاي من بعيد. ولما تبقى قاعده قدامه بتكلميه لا كان انت ايه؟ كانك متلاشيه مش موجوده. لان احساسه بالعالم بيبقى متغير. في بقى تشينج في الكواليتي اوف بيرسبشن، اللي هو احيانا مواد سامه
تغير لون الحاجات اللي احنا بندركها. ففي ذن سوبسيانت اللي هو اللون الايه؟ الاخضر، او كولوروبسيا اللي هو الاصفر، او ايه؟ ايروسروبسيا اللي هو الاحمر. فدي تغيرات في ايه؟ في الالوان. او ديسبيجالوبسيا اللي هو بقى يتزيد في الحجم، يتبقى صغيرة في الحجم، يا اما نستقبلها بعيدة من مكان بعيد بس ما فيش تغير في الايه؟ في الحجم بتاعها. دي اللي هي التغيرات اللي بتدرك في المكان، مكان المسير. طبعا ايه اسباب الحاجات دي بقى؟ اسباب الحاجات دي يعني في الاحلام ممكن يحصل، ونشوف الحاجات من بعيد قوي، ونشوف الشخص كانه ايه؟ كرتون مصغر كده، زي ما احنا في مزاجنا في الاحلام دي. ده عشان كده قلت لكم الاحلام دي شكل من اشكال الجنون، ها؟ فاحنا في مزاجنا فبنشوف الحاجات زي ما احنا عايزين، نشوفها مشوهه، ونشوف الراجل من غير راس، ونشوف وهكذا. فاحنا بمزاجنا قوي، او هالوسينيشن. دي الحاجات، اسباب الحاجات اللي احنا قلناها دي. او ريتينال ديزيز يعني مرض في ايه؟ في الشبكيه. او خلل في الاكوموديشن بتاع النظر. او ليجن في التمبورال لوب البوستيريو بارت منه اللي هو الفص الصدغي، وخاصه الجزء الملاصق للاوكسيبيتال اللي هو الفص الخاص بالبصر. او انتوكسيكيشن بالاتروبين او الهايوسين. دي مواد، الاتروبين ده كانوا بيستخدموه في انهم يسكروا بيه زي البانجو كده، حاجه زي كده يعني. عيون بندورنا. السنسور ديسبشن اللي هم بقى اول حاجه فيهم مين؟ الاليوجن. والاليوجن ده يعني مس انتربريتيشن اوف ستيمولس، يعني فهم خاطئ للمثير. يعني لما نشوف حاجه ونفهمها غلط ده اسمه ايه؟ الاليوجن، خطا ايه؟ خطا تاويل. هنشوف امثله لخطا التاويل. احنا شايفين ايه؟ دي ثابته ولا بتتحرك؟ دي فيهم اللي ثابته، الدايره اللي جوه ولا الدايره اللي بره؟ كلها 62. طب شوف دي اللي في اللي جوه ولا اللي بره؟ اللي بره. طب منين في اللي بيتحرك؟ الاثنين اللي على اليمين ولا الاثنين على الشمال؟ الاثنين اللي على الشمال، الاثنين اللي بره خالص. الفيل ده له كام رجل؟ دي اكبر ولا دي اكبر؟ طبعا اللي بعد يمين اكبر. طب الخطوط دي متوازيه ولا متعرجه؟ متعرجه. طب هي متوازيه؟ متوازيه. طب ده سقف ولا سطح؟ ده سقف. لا ده في سفينه. امال حاطين السلم ليه؟ ايوه في سفينه. يعني ده سقف ولا سطح؟ لا ده سطح. سطح. طب حاطين عليه السلم ليه لما هو سطح؟ هو مسك يعني هو مستنزع في حاجه. واحد فوق واحد واقف على السلم فوق. يبقى ده حيطه بقى. هسميكم ايه؟ هسميكم اليوجن اللي هو ايه؟ مس بيرسبشن. وهو ده اللي بيعملوه فيكم الصحراء، يوهموكم بالشكل اللي هم عايزين يوريه لكم، فتشوفوا اللي هم بيقولوه وتقولوا يا ده سحر فعلا. هو ده سحر ولا نيله؟ ده خداع للبصر. وربنا حتى بيقول كده في القرآن وهو بيوصف المباراة
بتاعت سيدنا موسى مع سحرة فرعون، فبيقول سحروا أعين الناس، سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وفي آية تانية بيقول إيه؟ فألقوا حبالهم وعصياهم، يعني هم ألقوا إيه؟ فألقوا حبالهم وعصياهم وخيل إليه، إلى مين؟ إلى سيدنا موسى، وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني لقى الحبال والعصيان بتزحف عليه زي التعابين وهتاكله، فأوجس في نفسه خيفة موسى. مش ربنا يقول كده؟ فده خداع للإيه؟ للبصر. فربنا بيقول إيه؟ ألقوا حبالهم وعصياهم وخيلة. شوف ربنا بيقول إيه؟ خيلة. وأنتوا بقى تيجوا تقولوا لي السحر موجود. يا عالم يا متخلفين، مفيش سحر، في خداع للبصر. وهو بنص القرآن ربنا بيقول وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يقول له لا، إلا في سحر، والسحر بيغير الأقدار، والسحر لا، ده مش سحر، ده خداع للبصر اللي بيعملوه بيضحكوا عليه زي الحاوي. أنا كنت أروح المولد أشوف الحاوي، ألاقيه عمال يطلع حمام من بقه ويعمل حاجات غريبة كده، وبعدين ألاقيه في الآخر بيشحت من الناس، يمسك الرق اللي هو كان بيجمع بيه الناس يطبق عليه جنب يشحت بيه. عارفين نعيم عاكف لما كانت ترقص وبعدين تمسك الرق وتلف على الزمان، فهو برضه التحاوي يعمل كده في المولد في السوق، كان يعمل كده. أنا أزعل منه قوي، الراجل ده مش جدع، لو كان جدع كان يطلع حمام كتير ويبيعه وما يحتاجش لحد. ايه يشحت؟ ايه يشحت ليه؟ ده بيطلع حمام، ده بيطلع حمام اللي مفيش. طب ما يطلع حمام كتير ويبيعه، مش المنطق يقول كده؟ لكن هي حمامه واحده وهو بيلعب بيها، وانا اللي بتخدع وبشوفه بيطلع حمام، لكن هي ايه؟ حمامه واحده وانا ما بشوفهاش الا لما بيطلعها، بس بيطلعها كانه بيخلقها من جديد، وبعدين ممكن يخفيها ويطلعها تاني على انها حمامه تانية. فاحنا اللي بنتخدع بنظرنا من لعب وحيل السحرة والحوار، لكن مفيش حاجه اسمها سحر، كله كلام ايه؟ كله كلام فارغ. فطبعا الخداع اللي حصل لنظركم ده بيقول انه ايه؟ انه بنتخدع، وهو ربنا بيقول اهو وخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى. يا موسى نبي ومعاه معجزات وربنا مدير العصايه قال له احذفها حتى ايه افعى، مش كده؟ ومع ذلك خايف. فربنا طمنه ويقول قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. ورمى العصايه بتاعته تحولت الى افعى التهمت كل العصيان والحبال اللي هم عاملينها. فطبعا السجد السحرة ايه ده؟ انبهر، لان ده خلق حقيقي بقى، ده مش سحر، ده اعجاز حقيقي، لانهم هم عارفين السحر وعارفين لعبهم ايه. فالراجل ده لا، ده مش ساحر، ده نبي اكيد، والا ما كانش جات له المعجزه دي. فعلى طول السحرة خروا ايه؟ قالوا له خلاص احنا عملنا برب موسى وهارون. طبعا فرعون ايه؟ جان، ده انا جايبكم عشان تهزموه، ده انتوا تابعين ليه؟ ده انتوا خنتوني بقى. فهنا بيورينا ربنا سبحانه وتعالى، بيورينا انه ايه؟ انه ده خداع للبصر، لكن احنا مفيش فايده. بص تلاقي الاغبياء المتخلفين يقول لك لا ده السحر موجود، ده مذكور في القران. يا اخي افهم، اللي مذكور في القران بيقول لك ربنا خيل اليه، يعني ده خداع للايه؟ للبصر. وبقول سحروا أعين الناس، يعني خلوهم يتخيلوا اللي هم ايه؟ اللي هم عايزين. فأهو قدمتم تخيلتوا المناظر دي، قدمتم لو قلت لكم سقف مصدقين ولو قلت لكم سطح مصدقين. ليه؟ لأنه في خداع. أهو قلت له دي خطوط متعرجة مع إنها ايه؟ متوازي، مش كده؟ فده خداع. يعني إذا احنا ممكن نظرنا ايه؟
يتخدع ويشوف الحاجات مخالفة للإيه؟ أهي الدايرة دي قد دي، بس دي عشان موجودة في وسط دوائر كبيرة، باينة صغيرة، ودي موجودة في وسط دوائر صغيرة فباينة إيه؟ كبيرة. شفت إحنا بنتخدع إزاي؟ ها؟ فللأسف الشديد بقى ما نفهمش ده، ولا نشغل عقلنا، إحنا ما بنشغلش العقل الناقد خالص، إحنا بننساه. واللي كانوا بيقولوه أهالينا وأجدادنا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، إحنا بنعمل نفس اللي كانوا بيقولوه وبنخرف نفس التخاريف اللي كانوا بيقولوها، وده مش صح. لازم عقلنا الناقد يشتغل، يشتغل ونفكر وننقد ودماغنا أهو. ربنا بيقول سحروا أعين الناس، يعني خدعوا نظره، وربنا بيقول تاني وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، اللي هي إيه؟ الحبال والعصيان. لكن هي أساساً إيه؟ حبال وعصيان، يعني الحبال والعصيان بتمشي، بس هم عاملينها بطريقة لفين عليها الحبال وتانيينها بحيث تبان العصيان إنها بتتحرك وبتسحب ناحيته. بس خدع زي الحاو بالظبط. فنيجي بقى للهلوسينيشن، يعني عرفتوا بقى الإليوجن، وعرفتوا إن ده خداع، وعرفتوا السحرة بيلعبوا بيكوا إزاي. هنا بقى الهلوسينيشن بقى دي ديبرسبشن وده وستين، دي بقى ادراكهم غير ايه؟ مسلم. اللي عمل راحت فين عمل؟ على ما كانت بتساله بتقول له بتشوف حاجات او بتسمع حد يكلمك ومحدش موجود، او صوت تسمعه ومحدش من اللي حواليك يسمعه غيرك، دي اللي ايه؟ الهلاوس بيرسبشن وزاويه ايه؟ ستيمولس. ودي فيها سودو هلوسينيشن اللي هي المنتال ايمجز اللي هي الخيالات اللي ايه؟ العقليه. الست متطلقه بقى لها 6 سنين وكل يوم تنام وتطفي النور، واول ما تطفي النور وتيجي تخش في النوم كده تلاقي رجاله عمالين يلفوا حوالين السرير بتاعها. الجعان يحلم بايه؟ ها؟ نفسها رجاله يلفوا حواليها ويحسوا بيها، ما متطلقه بقى لها 6 سنين فشايفه رجاله بيلفوا حوالين السرير والدنيا ايه؟ ضلمه في الاوضه، وشايفه خيالات ومتاكده، ده انا متاكده، ده انا ببقى شايفاهم بيلفوا كده. طب الدنيا نور كده؟ لا مش نور كده، الدنيا ايه؟ مظلمه. طبعا دي منتال ايه؟ منتال ايمجز، خيالات ايه؟ عقليه. اما ترو هلوسينيشن بقى فدي الهلاوس اللي ايه؟ الحقيقيه. ايه بقى اسباب الهلاوس؟ سيفير ايموشنال ستيتس زي الدبريشن، ده الدبريشن احد اسباب الايه؟ الهلاوس. السجستشن اللي هو الايه؟ الايحاء، وده اللي بيعمله لكم السحر، ها؟ يوهمكم بالايحاء انه الحاجه ما ان هي قدامك بتتحرك وهي بتتحول وتشوفها وهي مش موجوده اصلا. امبيرد سنسوري اورجانز، يعني خلل في العين او خلل في الايه؟ في الاذن. او سنسوري ديبريفيشن، فاكرين السنسوري ديبريفيشن اللي قلت لكم عليه؟ الست المسنه، فاكراها يا اسماء اللي انت كانت معانا؟ الست المسنه اللي لا بتسمع ولا بتشوف، نظرها 6 سنين 90 سنه، نظرها ضعيف وسمعها ايه؟ لكن بالليل الساعه 3 بالليل تقوم تخبط على الجيران وتقول لهم عيب اللي انتوا بتعملوه، انا ست محترمه، انا شريفه، انا ما فيش رجاله بتدخل عندي البيت وتتخانق معاهم وتدب معاهم خناق. هل دي فعلا رجاله بتدخل عندها ولا هل هم قالوا عليها كده؟ مش حقيقي، انما دي كلها ايه؟ نتيجه للسنسوري ديبريفيشن اللي عندها، فهي بتختلق مثيرات عشان تعوض فقد الايه؟ فقد الاحساسات، فتبتدي ايه؟ تعيش فيها. ديستربنس اوف سي ان اس سيستم، خلل في الجهاز الايه؟ العصبي المركزي او الفصام. كل دي اسباب لايه؟ للهلاوس. ازاي بقى نفرق بين الهلاوس الحقيقيه والهلاوس الايه؟ الكاذبه. ادي التفرقه اهي، وانا عاملها لكم في جدول اهو. طبعا السودو ملهاش external existence،
يعني ملهاش وجود خارجي. يعني احنا بنتخيل ايه؟ السقف دماغه معدي من السقف كده، نتخيل حاجات غريبه كده. او نتخيل واحده زي ما كان العسكري بتاع الامن المركزي بيقول لي: يا دكتور انا بقاعد في الزنزانه، وهم حابسينه في الزنزانه لانه عامل مخالفات وغايب ومتخلف عن الجيش بتاعه وهرب وبتاع وحاجات كده، فحاطينه في الزنزانه. فيقول لي انا قاعد في الزنزانه الاقي واحده لابسه ابيض في ابيض وقاعده على شباك الزنزانه. طبعا شباك الزنزانه قرب الايه؟ السقف. فقعد على شباك الزنزانه وعماله تغني لي شويه، تغني لي اصاله وشويه تغني لي مش عارف انغام. الله، ايه الحكايه؟ هل ده حقيقي؟ وهل هي فعلا واحده لابسه ابيض في ابيض كده ملاك من السماء كده نازل له، ولا هو بيختلق حاجات عشان ايه؟ يسلي نفسه ويسلي السجن بتاعه؟ هو بالظبط كده، هي سجن يعني، دي هلاوس ايه؟ كاذبه. ما هياش وضحه المعالم، لانه بيقول لي يعني هي ايه ابيض في ابيض وقاعده على البتاع، فانا مش محددها قوي يعني. ما هو مش مكان حقيقي انها تقعد فوق الشباك، والشباك عند السقف مش حقيقي، وفي نفس الوقت ما هياش كامله الايه؟ المعالم ولا كامله الوضوح. وطبعا بتبان طبقا لرغبته. اقول له بتسمعها امتى بقى وبتجي لك امتى؟ اقول لما عاوز ايه؟ تيجي. فدي تخضع لايه؟ لرغبته. اما الهلاوس دي بقى عكسها تماما، دي لها وجود حقيقي. يعني يشوف قطه والقطه ماشيه تحت رجليه على ايه؟ على الارض، ويحاول يمسكها ما فيش ايه؟ ما تتمسكش. فيقول دي ايه؟ دي جني مسلطينه عليا عشان ايه؟ يصورني ويعرف اسراري. فهنا دي هلاوس ايه؟ هلاوس حقيقيه. الكوايت كلير طبعا، يعني لما بيسمع صوت بيبقى الصوت ايه؟ واضح ومحدد. امل سالت عن صفاره، غلط. الصفاره ديت كلنا بنسمع صفاره، لما ودانا بتتسد نتيجه الجيوب الانفيه بتاعتنا وقناه ستاكيوس، الهواء بيروح عامل لنا صفاره نتيجه ان الجيب الانفي سادت قناه ستاكيوس، فيعمل لنا صفاره فنسمع صفاره. هل كلنا بقى عندنا هلاوس؟ لا، لازم يسمع يبقى ايه؟ صوت واضح وايه؟ ومحدد. فعشان كده لازم يبقى كوايت كلير فيجر. وبعدين بريزنت ان ريال بليس، ده لما يبقى صوره يبقى موجود في مكان حقيقي، زي القطه اللي ايه؟ او طفل ماشي وعمال ينده عليه يقول له يا محمد، ومحمد ايش؟ مش موجود. ها؟ او وما هواش، ما بيخضعش للايه؟ للرغبه. بيتفرض عليه وقت ما هو حسب المرض اللي هو فيه. طبعا types of hallucinations بتبقى according للسنسوري ايه؟ اورجان، يا اما فيجوال حسب البصري، يا اما اوديتوري او اولفاكتوري، يا اما جستاتوري، يا اما ايه؟ تكتايل. الهالوسينيشنز اوف سميل وتيست اللي هو الريحه والتذوق، وبتبقى غير مريحه وبنقول عليها شميه او تذوقيه، وبتبقى موجوده في حالات الفصام او حالات الاكتئاب الشديد او حالات الايه؟ الابيليبسي. يعني بتاع الاكتئاب الشديد يقول انا حاسس ان ريحتي منتنه والناس قرفانه مني. ده مين؟ بتاع الاكتئاب الشديد. بتاع الابيليبسي يقول انا بشم ريحه كاوتش محروق قبل ما يجي له الايه؟ النوبه. بالظبط، يحسها كاور. بتاع السكيزوفرينيا طبعا ايه؟ لما هيشم هيشم ريحه غير مريحه وغير محدده، لان هو اصلا غير ايه؟ غير محدد. الهلاوس ممكن تبقى مود كونجروينت، يعني متماشيه مع الحاله المزاجيه. يعني لو هو مبسوط يشوف الدنيا بمبي، ولو هو متنكد وعنده اكتئاب يشوف الدنيا ايه؟ سودة. يعني يشوف الهلاوس ماشيه مع المود بتاعه. يعني لو هو في مانيا وافوريا عاليه يسمع حد بيشكر فيه وبيشيد بيه وبيقول لي فليحيا فلان وفلان. اما لو في حاله اكتئاب يسمع حد بايه؟ بيشتمه وبيحقره وبايه؟ وبيحسسه بالذنب. الهيبنوجيك هالوسينيشن دي اللي بتحصل اثناء ايه؟ الصحيان من النوم.
والهيبوهوميك اللي هي الدخول في الايه؟ كل دي انواع من الايه؟ من الهلاوس. هيبقى عندنا other types of hallucinations. طبعا الساعة بقت 2 دلوقتي، هنتوقف على الأنواع الأخرى من الهلاوس. والأنواع الأخرى من الهلاوس دي غريبة الشكل، لأنه لما هتسمعوها هتستغربوا، يا نهار أبيض، يعني ممكن واحد يقف قدام المراية ما يشوفش نفسه؟ تصور؟ يعني تقف قدام المراية عشان تشوف نفسك ما تلاقيكيش؟ تحصل لك إيه لو حصل؟ هنشوف المرة الجاية ده. وأشكرك.